بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حل المعادلات اللي هو في اول ثانوي، حل المعادلة هو ايجاد قيمة الاكس او قيمة الحرف. بنضرب هنا طبعا في قوس، هنضرب سالب 5 في الاكس وسالب 5 نضربها في الاربعة. سالب 5 في اكس اللي تعطينا سالب 5 اكس، وسالب 5 في اربعة اللي هي تدينا سالب 20 يساوي 70. الآن نتخلص من 20 اللي هو بالطرح، طرح 20 يمين و20 يسار. لا، ما نطرح، لأنه هي كانت نكتب 20 مرتين عشان نتخلص منها. هذه 20 كتبناها مرتين، طبعا هنا سالب هتكون، أو كانت طرح بتبقى جمع، جمع تحذف، يبقى عندك اللي هو سالب 5 إكس تساوي 70 زائد 20 اللي هو 90. الآن بالقسمة، نقسم على سالب 5، نقسم على سالب 5 يمين، نقسم هنا على سالب 5، الناتج إكس تساوي، هذا طبعا تحذف، 9 على 5 اللي هو طبعا بالسالب لأنه أشارات مختلفة، فيها الواحد وباقي 4 4 40 8. فيها 18 سالب 18. طيب السؤال اللي بعده يقول حل هذه المعادلة. بنجمع الاكس مع الاكس، 3x مع الاكس تدينا اللي هي 4x، وال12 مع السالب 24 اللي هي تعطينا سالب 12 تساوي 180. طيب نتخلص من ال12 اللي هو نقول زائد 12 يمين، زائد 12 يمين، زائد 12 يسار، هذه مع هذا تحذف، لو تعطينا صفر، يبقى عندنا هنا 4x تنزل يساوي 2 9 1 اللي هو 192. 192 الآن نقسم على 4 للتخلص من الأربعة، نقسم على 4 هنا، وهنا نقسم على 4. إذن هاي تروح الإكس تساوي 19 على 4، نقول فيها 4، الباقي 3 32 على 4 فيها 8، إذن الناتج 48. السؤال اللي بعده، الإكس موجودة في اليمين وموجودة في اليسار، عايزين نتخلص الآن أول شيء من بما إنه الإكس موجودة في اليمين وفي اليسار، هذه علامة تساوي. ناخذ الخمسة اكس اول حاجة، نتخلص من الخمسة اكس، نكتب مرتين خمسة اكس، خمسة اكس نكتبها هنا تحت الاكس، الاكس تحت الاكس، هنا خمسة اكس، طبعا الاشارة تكون من ناقص ناقص. 7 ناقص 2، 7 ناقص 5 اللي هي 2 اكس، ناقصا 21 يساوي، هاي تحذف تنزل السبعة. طيب نتخلص من 21، هنقول زائد 21 زائد 21، هاي تحذف، يبقى عندك 2x، 2x تساوي 7 زائد 21 اللي هي 28، نقسم على 2 قسمة 2، إذن x هتساوي مع 2 مع 2 تحذف، x تساوي تساوي اللي هي 14، هذه قيمة الإكس. نفس الطريقة بالنسبة لهذه، نتخلص من الاثنين إكس أول شيء، نقول 2x يمين، نكتب الاثنين إكس، 2x طبعا بالسالب، بالسالب هذا تحذف، 3 ناقصا 2 اللي هي 1x، والواحد ما يكتب، نقول إكس ناقصا 14 يساوي 25. أصبحت معادلة بسيطة، تخلص من 14 اللي هو زائد 14، وهنا 14 عامل زائد 14 تحذف، زين إكس تساوي نجمع اللي هو هتكون 39. هذه المعادلة أيضا.
خمسة إكس موجودة في اليمين وأربعة إكس موجودة في اليسار. إذا نتخلص من الأربعة إكس، أول شيء نقول نكتب الأربعة إكس مرتين، أربعة إكس أربعة إكس. الإشارة طبعا موجبة، حتكون سالب سالب، هذه تحذف، يبقى عندك خمسة ناقص أربعة اللي هي واحد إكس، والواحد بنكتب نقول ناقص 13 يساوي 7. تخلص الآن من 13 اللي هو نكتب مرتين 13 13 13، سالب هتكون زائد زائد، هذه تحذف تعطينا صفر، ينزل عندك الإكس تساوي إكس تساوي 7 زائد 13 اللي هي 20، هذه قيمة الإكس. هذه معادلة بسيطة طبعا. تخلص أول حاجة من العشرين، نكتب العشرين مرتين قيمة، وسالب هتكون زائد زائد، هذه تحذف، يبقى عندك خمسة إكس تنزل يساوي 90 زائد 20 اللي هي 110، ونقسم على خمسة، نقسم على خمسة، خمسة في اليمين خمسة في اليسار، الناتج الخمسة مع الخمسة قسمة تعطينا واحد، إكس تساوي واحد، مكتب اتنين، و طبعا 11 على 5 اللي هي فيها الاثنين، باقي واحد 10، 10 على 5 فيها الاثنين 22. طيب هنا المعادلة 2x ناقص 17 زائد 85، طبعا 85 وسالب 17 طلع الناتج كم؟ ممكن تطرحهم طبعا، 85 ناقص 17 طرح الناتج اللي هو 68. جان نقول 2x زائد 68 يساوي اللي هو 180. تخلص من 68 تكتبها مرتين، تكتب 68 مرتين، هذه 68 وهنا 68، طبعا الإشارة تكون بالسالب سالب لأنه هنا موجبة، هذه تحذف، يبقى عندك 2x تنزل يساوي 580 ناقص 68، الناتج اللي هو 112. اقسم على 2، تخلص من 2، هذه قسمة 2، قسمة 2، هذه تحذف، إذن إكس تساوي، إكس تساوي اللي هي 156. هذه نفس السؤال نفس الطريقة، 3y تنزل، 68 ناقص 2 اللي هي 66 يساوي 180. تخلص من 66 تكتبها مرتين، 66 طبعا العلامة طرح طرح، هذه تحذف، يبقى عندك 3y يساوي 180 ناقص 66 يساوي اللي هو 114. الآن نقسم على على 3، قسمة 3 يمين وقسمة 3 يسار، هذه تروح تنزل واي يساوي 114 تقسيم 3، الناتج اللي هو 38. شكرا جزيلا، الله يجزاكم خير.